فالسفير الأمريكي بالجزائر ليلة أمس على حفل انطلاق البرنامج التلفزيوني عندي حلم، الذي قامت بإنتاجه السفارة الأمريكية بالجزائر، والذي سيبث على شاشة النهار عشية كل سبت. الحفل شهد حضور أعضاء لجنة التحكيم والمشاركون 60 إلى جانب الإعلاميين والعديد من الوجوه التلفزيونية المعروفة. فكرة البرنامج تقوم على جمع المواهب الجزائرية في شتى المجالات وإخضاعهم لعدة تجارب وتحديات عبر مراحل، وفي كل مرحلة يكون التحدي أكبر بهدف إعطاء نظرة على ما يمكن أن يواجهه أصحاب هذه الأفكار من صعوبات في حياتهم المهنية بطريقة إبداعية. المزيد من التفاصيل في ميكروفون إبراهيم برقاش ومجد بن عربية. إنه من دواعي سرور التواجد هنا الليلة ورؤية هذا البرنامج ينطلق. عندنا الكثير من الشباب الجزائريين الموهوبين والأفكار اللامعة لبناء الأعمال وبناء هذا البلد. نحن سعيدون بحضور الجميع هذه الليلة. أنا جد متحمس لما ستجلبه العشر أسابيع القادمة. نحن سعداء للغاية بالعمل معكم، ونحن سعداء للغاية بعرض البرنامج على قناتكم. أعتقد أن الجميع سيكون معجبا جدا، وأعتقد أنه سيكون نجاحا كبيرا. شكرا لكم. أنا أمريكي أصلا، ولكن طلبوني لهذا البرنامج عندي حلم أن أكون مقدم البرنامج، ولي هذه فرصة كبيرة لأنه ما عنديش الخبرة في التلفزيون، ولكن قلت هذه فرصة هائلة باش نشارك في مشروع تريز انتريسون، وباش نحاول نقدم شوية لي ديفي تاع لي جون في الجزائر. أولا من أجل تحفيز الشباب ونشوفوا المواهب اللي كاينين هنا في الجزائر، وباش نختاروا المشاريع تاع المؤسسات الناشئة لي ستارت اب، باش نطوروهم ونساهموا بالخبرة تاعنا اللي جبتها أنايا من الولايات المتحدة الأمريكية باش نساهموا في تطور البلاد. شوف كانت اون سوبر افونتور، تعرفنا على دي جون عندهم دي غيف اكستراوردينير، يعني سيتي جاب لي ربي بلوز انريشيسون لينا كو ليهم، يعني جاب لي ربي حنا شفنا بلي فريمون كاين دي جون الجيريان عندهم طموحات عندهم دي غيف اكستراوردينير، وجاو قدموا لنا دي بروجي فريمون تري انتريسون. I have dream. دوك ما كاينش اللي ما عندوش حلم في الدنيا هذه. الو لو بي تاعنا احنا كي جينا كي بارتيسيبينا في البروغرام، انا وش سمعت من الكواليس قال لك بلي كانوا اكثر من 2500 مشارك، اكثر من 2500 طالب اللي قبلهم. الحمد لله يا ربي، يا ربي يسرنا باش نكونوا بارمي لي 60 بارمي 60 اللي قبلهم. انا مفتخره بمشاركه تاعي في هذا البرنامج هدايا، لانه كان برنامج غني جدا. سيتي تري تري ريش باسكو ديجا حنايا واحد كي يروح في التحدي ولي تشالنج في حياته حاجه مليحه.